اغتلم فأبداه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم. مشاهدينا متابعينا الكرام، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييكم وارحب بكم مع ضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإفتاء اليومي هلا سألوا مع أصحاب الفضيلة أستاذ الدكتور كمال بوزيدي. حياكم الله دكتور كمال، أهلا وسهلا. أهلا أستاذ محمد، مرحبا بكم. ومعنا فضيلة الدكتور محمد بن زعمية، حياكم الله دكتور محمد، أهلا وسهلا. إن شاء الله يجيبون عن أسئلة الإخوة والأخوات التي نتلقاها بعد بيان موضوع اللقاء. أيها الأحباب الكرام، خيار الناس من يؤدي حق الله تعالى ويراعي حقوق الناس، فديننا ليس دين العبادات فقط، بل هو بين العبد وربه، ودين المعاملات. وقبيح من المرء أن يكون سيء الخلق ولو كان مصليا وصائما، والذي أمرنا بالصلاة هو الذي أمرنا بحسن الخلق مع الناس. ولو تأملنا لوجدنا أن الأمر بحسن الخلق اقترن مع أعظم مطلوبات الدين وهي الصلاة. فقال الله مولانا تعالى قولا كريما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا يحث المسلم على مزيد عناية بحسن خلقه. دكتور كمال، واليوم المجتمعات تعيش أزمة في أخلاقها. نعم، شكرا أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم أستاذ محمد، النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن الأخلاق بداية من أول صاحب يعني الرمز، وصاحب القدوة، وصاحب المثل العليا، حتى سماه ربنا سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني بأن قد أخذ المقام الأعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بخلقه الكريم، بخلقه العظيم. ولهذا قال في أحاديث كثيرة: يعني أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. يعني الإنسان المؤمن، الإنسان يكون كامل، هو الذي له حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني مما يثقل ميزان المؤمن يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. وزيد: إن من أحبكم وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ثم كذلك سئل من أحد أزواجي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ما هو مثلا مكانة نساء المؤمنين يوم القيامة، فقال كذا وكذا، وذكر الحوريات، يعني بما نحن كذا ونحن بمعنى، يعني ذكر حسنهن. ثم قيل له يعني لمن يعني هذا؟ قال بمعنى من كان يعني بمعنى صاحب حسن الخلق. هذا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن صاحب حسن الخلق لا يدرك بمعنى صائم النهار وقائم الليل. هذا بمعنى الذي يعني يحسن الأخلاق. هذا لهذا يعني الإنسان إذا كان قد صلى وصام وحج وفعل وليس له بما أخلاق طيبة، وإنما سيئة، يأتي يوم القيامة كالمفلس، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون من المفلس؟ فشكون هو الزوالي؟ قالوا: يا رسول الله، الزوالي أو الفقير الذي ليس له مال، لا درهم ولا دار ولا ولا ولا. قالوا: لا، بالعكس، عنده المال، عنده كل شيء، ولكنه يوم القيامة يأتي يعني بصلاة وزكاة وحج وكذا وكذا، ولكنه ظلم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا واغتاب هذا وحرش بين هذا وهذا، يعني بمعنى أنه قد أخذ حقوق الغير. إذن بما أنه قد تعدى على حقوق الناس، فالناس تشكو به إلى الله سبحانه. تشكو: يا ربي، بمعنى فلان قد أخذ مني التراب، ما ورثنيش، داني الورث تاعي، ها ولك داني كذا، أنا قيمة الورث هذا كم، شحال من حسنات، مليار حسنة، هات من عنده، شحال عنده هو تعصرات عنده، 5 ملايير، نحيلوا المليار حسنة أعطيها لهذا. زيد كذلك يقول: يا ربي، لأن أكل مالي،
زيد كم قيمة المال تاعك، نحيله من حسناته قيمة المال، وهذا شتمني، كم الشتيمة هذه بكم؟ يعني ما زال الناس تشكو تشكو به، هم ينحلوا في الحسنات، ينحلوا تاع الصلاة تاع الصيام تاع الحج، يبدأوا ينحلوا هذيك صدقة، ينحلوا ينحلوا حتى ما يبقى حتى شيء، ما يبقى من حسناته شيء، حتى وما زال الناس تشكي تشكي به، يعني من ظلمه في الدنيا هذا. ما لا يقول له هل باقي له من حسن؟ قالوا لا. هل عندكم انتم سيئات؟ نعم يا رب عندنا. قال جيبوا سيئاتكم، كم قيمة هذا الظلم هذا؟ كذا وكذا، نحهم سيئات ما أعطوهم له، نقصوا عليكم انتم زيد، ويلا حتى يدخل النار. قال هذا هو المفلس، هذا هو المفلس الحقيقي الذي ليس له أخلاق طيبة، ليس له معاملة طيبة مع الخلق، وليس له بمعنى كذلك حسن السيرة، الإنسان اللي عنده. فقال عبد الله بن المبارك له ما هو حسن الخلق؟ ما عرفناش فهمنا حسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر هو حسن الخلق. ما معنى حسن الخلق؟ قال حسن الخلق هو أن تأتي الإنسان بوجه طلق، أن تبتسم في وجه أخيك، يعني لما يشوفك يشوفك فرحان مسرور، دخله في قلبه سرور، تبتسم. وهذا اللي بعلاش قال يعني وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. علاه؟ لأن بمعنى أن فيها خير، فيها أجر، فيها بمعنى طموح، فيها أمل إلى غير ذلك. ثم قال وبذل المعروف، دير الخير، وبذل المعروف وكف الأذى، هذا هو حسن الخلق. قال واش هو؟ قال حسن الخلق هذا هو، دير الخير ما تدير الشر، ولاقي خوتك بقلب صاف وبوجه طلق، يعني بوجه بمعنى تبتسم في يعني في وجه إخوانك، هذا هو قال من حسن الخلق. يعني بمعنى باختصار بمعنى هذا هو كما قال من ضمن الإمام علي أوحى الصحابة فسر يعني الإسلام، قال له يعني يا أمير المؤمنين علي ولا غيره، قالوا يعني ما هو الإسلام؟ الإسلام كثير فيه التكاليف، يعني ما قدرش نحفظهم أنا بمعنى ما قالوا الإسلام في ثلاث، ما هو؟ قالوا أولا أن تلقى وجهك بحسن هذا بهذا الوجه الطلق، وش قال ابن المبارك نفسه؟ أن تلقى أخاك بوجه طلق، أن تلقى أخاك وجه بشوش، يعني يشوفك يفرح، يعني يشوفك تدخل له السرور في قلبه، يعني بمعنى أنك بمعنى تدير له الأمل في قلبه، تدير له السعادة، يعني يشعر كأنه يحيا، يشوفك يعني يشعر يشوف الأمل في الدنيا هذه. وأن تفعل الخير ولا تفعل الشر، أن تبذل المعروف وأن تكف عن الأذى، قالوا هذا هو الإسلام، قاع مجموعة نواهي، مجموعة مأمورات، وكذلك أن تعامل إخوانك بحسن المعاملة، هذا هو، قالوا هذا هو الإسلام. قالوا هذا ما كان، قالوا هذا ما كان، إذن قالوا هذا أمر بسيط، ما قالوا هذا هو هذا هو الخير كل كما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يدعي يدعي. ثم هذاك الصحابي قال رسول الله يعني ما حفظت والو، واش قلت؟ أدعيت يعني دعيت مجموعة الأدعية ولكن ولا واحدة منهم شفيت منها، ما شفيتش. قالوا واش تعرف تقول أنت؟ قالوا نعرف نقول زوج كلمات، واش هو؟ قالوا يا ربي دخلني الجنة وباعدني عن النار. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم شوف الكلام اللي قلته قعنا، هذا هو النتيجة، هذا هو شنو نهضر انا، قال هذا اللي هضرتها هذه الختام تاعها، هذا واش راني نحوس انا، حاول تدخلنا الجنة وما دخلناش النار. قالوا هذه الهضره، قالوا شنت فيها هذه هي، يعني شوف الكلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتنكر على الناس هلك المتفيهقون هلك المتشدقون، شوف يعني دائما علاه، لأنهم ليسوا من لأن بعض الناس يعني لما يقابل خاوته بدأ يتكلم معه بواحد المكالمة بشدة، ويظن بأن الإسلام هذا هو شدة، هذيك الغلظة هذيك محمد. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قوله والعبوا إني أكره بما أن يكون في دينكم غلظة، معناته ما نحبش أن يكون في دينكم غلظة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني في كثير من في على العفو وعلى الصبر وعلى الصبر وعلى كما يقول الأمر بالمعروف وعلى زيارة الأقارب وعلى زيارة الأرحام، دائما هذا يعلاه باش الناس يزرع الخير، يزرع الخير ولا يزرع الشر. هذا كلها داخلة يعني بمعنى في أن الإسلام دين الرحمة ودين العفو وحسن الخلق. لهذا قالوا الدين المعاملة، ختامها الدين المعاملة، صلاة تاعك والزكاة تاعك والحياة كله ليك، ولكن ماذا قدمت لإخوانك؟ ماذا قدمت لدينك؟ ماذا قدمت لها الدنيا هذه؟ هذا هو الأهم. فلهذا الإنسان إذن في هذه الدنيا ما عليه إلا بمعنى أنه يعني يقدم يترك أثرا ويترك كما قال أثارة من علم كما ذكر القرآن،
يعني أثر اللي تخليها أنتي بعدك وش هو؟ هو هذاك الخير اللي تديره، هو هذاك بمعنى المعروف اللي تقدمه للناس، هو هذاك بمعنى حسن المعاملة اللي يدعو لك الناس يقول الله يرحم فلان خلانا كذا خلانا بير، هذا كثر خير كي يشوفوه يدعو له، خلى له مدرسة يقول الله يرحمه فلان، شوف بنا مدرسة بنا الجامع بنا مستشفى، دار طرقات دا الناس دارهم كما يقولون المستشفى هو اللي عاونهم دفع لهم شرهم الدواء إلى غير ذلك. هذا الإنسان اللي يحبه ربي خير الناس أنفعهم للناس. لهذا أستاذ محمد ندعو الله باش نكونوا بمعنى موش كثرة الفقه ولا كثرة العلم ولا كثرة ما أنت صداقة وكذا، ولكن أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله لا يكره لا يحب الرجل الفحشاء البذيء، يعني أنت تصدق وتصلي ولكن كلامك موش موزون، كل كلام في معنى تاع الشارع كلام تاع هذا الرسول قال هذا الإنسان هذا ما يحبوش ربي يكرهه ربي سبحانه وتعالى، هذا كلام الإنسان اللي عنده كلام تاعه إلا الفحش إلا الكلام بمعنى مو صحيح هذا الإنسان ما هو صالح، ليس بإنسان صالح، إذن ليس بإنسان عنده حسن الخلق. ولهذا هذا الإنسان هذا يا مدى بنا يعني إنسان كما نقولوا احنا يهرب عليه ولا يخالطه، لأن علاه إذا كان على سبيل النصيحة نعم، أما إذا كان على سبيل المخالطة فلا. ولهذا الإنسان لما يكون يعني حسن صاحب حسن الخلق وصاحب مروءة هذا بمعنى اللي تحبوا يعني وتحوس كما يقول باش تخالطوا الحال لأنك تنتفع منه تنتفع منه، أما كونك بمعنى أنه دائما تشوف منه أمور سيئة وأمور ف يعني تتعب يتعبك وتتعب معاه. فلهذا إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجالس الصالح والجالس السوء، ما عليك إلا بالجلساء الصالحين باش تتعلم منهم وباش تكسب بعض السير حسنة وباش تكسب منهم بعض الأحكام، وحتى يوم القيامة ينفعوك يشفعوك يوم القيامة على الأقل في حالة ما إذا أنت تعطلت وعندك بعض الأخطاء كذا فهما ينجيوك يديوك معهم ويدخلوا يقول يا ربي هذا صاحبنا وهذا كان معنا وكذا وكذا ماذا بينا يدخل معنا الجنة. فلهذا يعني على الأقل تنفعك الصحبة تاعهم، فلهذا خالط هذو واترك الآخرين وربي يوفقنا استمع. آمين بارك الله فيك. لم يكتفي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تزكية الرجل بكونه يصلي فحسب مع عظم مكانة الصلاة في الإسلام، بل بيّن أن معرفة الرجل تكون بمعاملته ومخالطته ومعرفة أخلاقه مع الناس في سفره وإقامته. جاء عن سليمان بن حرب رضي الله عنه أن رجلا شهد في رجل بشهادة فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لست أعرفك ولا يضرك ألا أعرفك، أنت بمن يعرفك؟ فقال رجل من القوم أنا أعرفه، قال بأي شيء تعرفه؟ قال بالعدالة والفضل. فقال أمير المؤمنين هل هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا. قال فمعاملك بالدينار والدرهم اللذان يستدل بهما على ورع؟ قال لا. قال أفرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال لست تعرفه، ثم قال للرجل ائت بمن يعرفك، وفي رواية أنه قال له لعلك رأيته يخفض ويرفع يقصد بها الصلاة. وهنا سيدنا عمر رضي الله عنه ذكر جملة من المعايير التي يحكم بها على الناس وكلها تدور في الأخلاق حقيقة. نعم. أستاذ محمد بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صاحب الخلق العظيم الذي أثنى عليه رب العالمين في كتابه الكريم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أتي من الكمالات الكثير يعني، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يثني عليه يعني في القرآن الكريم كما أثنى عليه بالخلق، فهو مثلا في العلم من الشرف ما هو معروف، ولم يثني عليه بغزارة العلم ولا بكثرة العبادة، مع أنه كان يقوم حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا نسيبا شريفا لم يثني عليه بنسبه وإنما أثنى عليه بالخلق.
وهذا يدلك على أهمية الخلق في الإسلام، بل هو الرسالة الإسلامية إنما جاءت حول هذا المحور كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والعبادات عندما نتأمل فيها نرى وندرك أن المقصد منها هو تهذيب خلق الإنسان. خذ مثلا الصلاة، الصلاة كما تفضلت الشيخ محمد ليست يعني هذه الحركات فقط التي يقدر يفعلها أي إنسان، ولو كان خاوي الوفاض وخالي القلب يقدر يراوغ بها أمام الناس، ليست الحركات، إنما ما تثمره الصلاة من تواضع ومن بر وإحسان ورحمة بالناس. لذلك جاء في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي وقطع النهار في ذكري ولم يستطل بها على خلقي. يعني يتواضع للناس بالصلاة. كذلك نجد مثلا الصوم جاء من أجل تهذيب الإنسان، من إذا صام الإنسان كما في الحديث فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا وإن شاتمه أحد فليقل إني صائم. جاء الصوم ليهذب هذا الخلق عند المسلم. كذلك الحج ليس مجرد سياحة في الأرض أو رحلة أو سفر، بل هو أيضا رسالة أخلاقية. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الزكاة أيضا أمر أن تؤخذ من المسلم لأجل أن تطهره من الشح، من هذا الخلق الرذيلة، من هذه الرذيلة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم. ومن هنا كما تفضلت أستاذ محمد عمر رضي الله عنه الفاروق الملهم الذي جعل الله تعالى قضى الحكمة على لسانه أدرك هذا الأمر جيدا وبين للناس هذه الحقيقة، وأن الإنسان إنما يعرف بمعاملته وأخلاقه لا بعبادته أو اعتكافه أو صيامه. ومن ثم قال بعض أهل العلم: الرجل إذا أثنى عليه رفقاؤه في السفر وجيرانه في الحضر ومعامله في التجر فهو الذي تمت مروءته. يعني جيران يعرفون ليله ونهاره كما قال عمر رضي الله عنه، مدخله ومخرجه. وكذلك السفر سمي سفر لأنه يسفر، يعني يبين حقيقة الإنسان، أن السفر يقول لي ما فيش تكلف، ما يقدرش يتكلف، يظهر على حقيقته. والمشقة تبرز البواطن نعم في النفس، تبرز ما عند الإنسان من التحمل والحلم والصبر، هذه الأخلاق تظهر في السفر. والحكمة نعم. وكذلك المعاملة في المال، تجارة تظهر ما عند الإنسان من الجشع أو الطمع أو الأثرة، وما عنده كذلك من الإثار والإحسان والشفقة والرحمة، فهذه كلها تظهر في المعاملات المالية. ومن ثم نقول أن حسن الخلق كما ذكر الأستاذ الكريم بارك الله في بعض السلف فسره بهذا القول، نعم، هو بذل الندى وهو المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. فهذه جوامع الأخلاق، وصول الأخلاق تمثل في هذه الثلاث أشياء، لو جمعت في امرئ لكان صاحب خلق ولا استحق ذلك الجزاء الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة في فضل صاحب الخلق، منها: إن الرجل ليبلغ درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر بحسن خلقه، وأثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وعندما نقرأ القرآن الكريم نجد يعني هذه الأخلاق المؤمنين التي مدح الله تعالى بها المؤمنين والمفلحين، نجدها كلها تقريبا في الأخلاق. خذ مثلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجرا، والذين إلى آخره، كان ليلهم في العبادة ونهارهم في التواضع للناس، كانوا لا يؤذون الناس، هذا كذلك قد أفلح المؤمنون إلى آخره، والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخره. والآيات في القرآن كثيرة تحث كذلك في قوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني ذكر جملة من الأخلاق اللي هي صفات المتقين الذين يستحقون
الجنة كما قال سارعوا إلى جنة إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جاء تفسيره الذين ينفقون، كلها معاملات وكلها أخلاق. فلهذا من وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن الخلق فقد بلغه منازل عالية ودرجة رفيعة وينال بها أجرا عظيما من غير تعب، من غير تعب كثير. وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يؤتينا من فضله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجملها بالحلم، وأن يجعلنا من الرحماء ومن الذين يحسنون إلى الناس جميعا. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا دكتور محمد، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نبدأ باستقبال اتصالات ومكالمات الإخوة والأخوات، دائما على الرقم الهاتفي 021-739-343-44 021-732-247-87. من اتصال نهى. نعم فيه اتصال من لغواط، الأخت خليدة. السلام عليكم ورحمة الله. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. لكن سقسي الإمام بارك. تفضلي استمعي لك. ما عندها الحج ياك؟ نعم. الوالدة تاعك راحت للحج؟ إيه. الله يتقبل يا رب. إن شاء الله. وجات العادة الشهرية قبل عرفة. نعم. يسمى الرجم ما رجمتش، رجم عليها بوي بارك. ألو. نعم. إيه وشن هي الكيفة معنا؟ كيفة تبدي كيفة؟ واضح إن شاء الله. إن شاء الله. ولا طورت الإصابة دار شو؟ إيه. إيه. قالها هذا كيفة؟ وش عليها معناها؟ وش بقى لها؟ طواف الوداع؟ طواف الوداع ديرو ذوكا راهي معناها شغل الأخلاق. يعني تسألي على الرجم فقط؟ رمي الجمرات. الرجم ايه؟ رمي كما يقولون. نعم تسميه رجم. نعم. يقول لك على هذا الرمي إن شاء الله. إن شاء الله صح. شكرا. من سيدي بن العباس أبو علام تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال شيخ. تفضل. أنا غادي نسقسيك على الزكاة نتاع المال. نعم. احنا عندنا عرف يقولوا جبريل سبعة جبريل يزكوا فيه، وكاين اللي قال لك لا تزكيه بالشهر القمري. وشنو هو؟ لو كنت تبعوا الشهر القمري نزكوا بالشهر القمري، ديروا شعبان ولا رمضان ولا كيما كان الحال، ولا نتبعوا هذا ها وين على خاطر هذا تاع ابريل ثابت 12 شهر ل 12 شهر داي 7 ابريل، ما اعظم انه ولا يزكوا 7 ابريل. بعدين 7 ابريل قال لك عندك نقص في قال لك 34 ولا تلقى روحك كالي عام الزكاة. نعم. ما الله اعلم الشيخ يفيدنا بها. واضح. نزيد السؤال الثاني، لا ذهب يكون بغيت تشري ذهب قال لك كي ترى وعد سياره وتشريه بالكريدي على شهر ولا شهرين ولا عام ولا عامين ما يزوجش ما تخلصنيش انا. وشكرا. واضح ان شاء الله. عفوا. شكرا يا ابو علام. ام ناصر من شلف. نعم ام ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير إن شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك أختي. الله يخليك. عندي سؤالين للشيخ الله يجازيك. تفضلي. السؤال الأول عندي، عندي في فترة راها في ربع سنين ولا خمسة كنت في حديثة شجار مع الزوج نتاعي، وتفوه بكلمة راكي مطلقة، وانا خفت ونخلعت هذاك النهار وما عرفت كيفاش ندير. بعد واحد عارف لي باللي كان في حاله غضب وباللي ما كانش عارف واش يقصد وباللي ما قصدش بها كاع وما نواش الطلاق يعني. وفي هذيك الفتره حدث بيناتنا علاقه زوجيه وما كنتش نعرف خلاص،
وبعدها زاد عندي وليد، وكل ما نجبد له يقول لي باللي انا ما نويتش خلاص طلاق، وانا بحث باللي في فتره تعدى تاع 3 اشهر يعني الراجل اللي نجم يراجع الزوجه نتاعو بكلمه انا راجعتك، ولا ينجم يراجعها بالفعل عزكم الله يعني بالعلاقه الزوجيه. يعني ممكن تفيدوني، راه عندي واحدة الوسواس وراني دائما نخمم فيها ونقول هذا راني على دمته، هل يعني واش نجم ندير؟ هذه قلتي عندها 5 سنوات هذا الامر؟ هذا عندي، عندها 4 سنين. نعم نعم واضح ان شاء الله. وعندي سؤال ثاني من فضلك. تفضلي. يعني قضاء الايام رمضان، يعني عندي واحد الايامات ما كنتش صايمتهم وصمتهم اللي مرض، صمتهم من بعد عامين ولا 3 اللي مرض، ويعني اسكو نعاود نخرج عليهم الايامات اللي العوام اللي ما صمتهمش نخرج على الايام وكي ندير نخرج عليهم؟ يعني انا قضيتهم يعني، لكن راني خايفه نخرج الدراهم ولا ما نخرجش عليهم، يعني ممكن تفيدوني باه نتهنى. كنت قادره تصوميهم؟ كنت صمتهم بعد عامين ولا 3 لاني كنت مريضه والحمد لله الان راني بصحه. المرض ما خلاكش تصومي؟ المرض اللي ما خلاكش تصومي؟ لا يعني كنت في فتره الحيض في رمضان، لكن بعدها ما كنتش نصوم، ما كنتش نصوم لاني كان عندي مرض وكنت مع التحاليل وكنت وصمتهم عامين ولا 3 بعد ذلك، لكن ما خرجتش عليهم الكفار يعني، لكن صمتهم شحال نخرج عليهم وشحال نخرجوا على النهار وكي ندير من فضلك. إذا ما صمتيهمش تهاون هذه عندها حكم، إذا كنت مريضة هذه عندها حكم آخر. أنا كنت يعني كنت مريضة، كنت مع التحاليل كنت مريضة كنت صوم ويلحق عليا رمضان خلاص. أم ناصر كنت مريضة مش قادرة تقضي، لكن ما خرجتش عليهم صمتهم، قضيتهم لكن ما خرجتش عليهم دراهم. ثم بعدين تعرفي تخرجي ولا لا؟ شكرا شكرا، ربي يجازيك، ربي يجازيكم إن شاء الله وربي يقويكم. رشيد من بومرداس ونجيب إن شاء الله. نعم يا رشيد. طيب انقطعت مكالمة رشيد. ورد إلينا سؤال شيخنا كمال، هذه السائلة تقول أنها قامت بشراء بيت على شخص تم البيع والشراء في ظروف عادية جدا، كل الوثائق كانت موجودة من دفتر العقاري المشهر، شهادة ملكية، عقد بيع موثق. بعد الشراء ذهبت لاستلام البيت وهو عبارة عن غرفتين مع حديقة صغيرة، لكن عارضها أخ البائع الذي اشترت منه البيت هو وابنه، وتبين المنزل في حالة نزاع بين شقيقين وذلك منذ سنة 2017، فلم تتمكن من استغلال المنزل والدخول إليه، قامت بالإجراءات القانونية وكلما صدر حكم كان ذلك الشخص يعاد ويستأنف الحكم وتجد إشكالات في التنفيذ. الآن تقول أنها مكسورة الجناحين وأنها مظلومة، وهي اليوم في بيت مؤقت منح لها من الأقارب، يكاد يسقط عليها هي وأولادها 3، وزوجها يلومها لأنها لم تكن تعرف أن المنزل في حالة نزاع بين أخوين، فما الحكم ومن التوجيه في هذه القضية دكتور كمال؟ الحق نعم. ما دام أن الواقع قد وصلت للحكم الحمد لله، القضاء تقاضي اي خلاص، ما دام وصلت للقاضي والقاضي بمعنى كان في صالحها نحسبه، ثم هذوك يرفعوا النزاع بما يزيد يكسروا الشرع ويحاولوا يرفعوا كذلك القضيه مره اخرى. دوك الان اما عن طريق الصلح، هذا الذي نحبذ وهذا الذي ندعو اليه، شوفوا مجموعه ويجيبوا بمعنى البائع اخوهم وهذو اللي راهم في النزاع مع هذه المشتريه هذه، بعد ذلك حاولوا يفهموا الحقيقه، اين المشكل؟ فين المشكل؟ لما يعرفوا الحقيقة تاع المشكل قال كذا وكذا قدام البائع هذا، قال بمعنى هذا الحقيقة نعم، يحكموا بيناتهم الجماعة أستاذ محمد، هذه عن طريق الصلح. أما ما دام أن راهي في النزاع وراهي في القضاء تبقى في القضاء أستاذ محمد. إما يحبوا الصلح هو هذا، يجيبوا مجموعة ويصلحوا بيناتهم ويشوفوا المشكلة فين ويحلوها والدين أحسن شيء. كيف بمعنى لعل هذوك اصحاب النزاع لعل عندهم شيء مش عارف شنو هو، لان ما نعرفوش، احنا مش عارفين القضيه وش هي، مش عارفين. نعم هذا بمعنى القاضي اعطاهم حق، هما زادوا رفعوا الان كسروا كما يقولوا الشرع، زادوا رفعوا الدعوه من جديد، تبقى هذوك الان في القاضي ما عندهمش، نديروا احنا اما عن طريق الصلح يجيبوا جماعه يحشموا منهم اللي يخافوا منهم اللي يحترموهم ولا
يحاولوا كيفاش يصلحوا فيما بينهم، وهذا الافضل باش يرفعوا النزاع هذا ويحبسوا من، لان القاضي راح يجريهم يعني يبقوا هكذا راح يجريهم. نعم. فاحسن شيء يديروا الصلح. كاين وسائط يعني، كاين وساطه القضائيه، كاين بعض الوسائط الناس يتوسطوا يعني باش ما يروحوش القضاء باش يعني، فماذا بينا بمعنى يعني يلجؤوا الى هذه الطريقه هذه محمد الواسط يعني فيما بين المتخاصمين هذوما باش يهدئ الامور ويشوف الحقيقه ويحاول كيف يسدد ويقارب وان شاء الله برك فيها خير. هذا احسن، هذا اللي نقولوا حنايا، وربي يعني يصلح الحوال وخلاص. امين. دكتور محمد خليده من الغوات سأل والدتها عن تركها رمي الجمرات بسبب ما نزل بها. وعلى كل حال لا يشترط طهارة. نعم. في رمي الجمرات يعني كان لها أنت ترمي وهي على الحيض، معليش ترمي الجمرات تحول، لكن مدام ما كانتش عارفة وقد ناب عنها زوجها فيكفي إن شاء الله، يجزئها ذلك، يجزئها بسبب أنها كانت جاهلة هذا وتعذر به، والمعذور إذا ناب عنه شخص فيجوز للنائب وللمنوب عنه وليس عليه أي شيء ما دام رمى عليها زوجتها خلاص. نعم. طيب تقول أنا قامت بطواف الإفاضة، يبدو أنها قامت بالطواف وهي بالعذر. طواف لا، يشترط أن تكون طاهرة، كانت نعم. آخر الطواف. نعم. إذا كانت مازال تقول مازالت موجودة هناك تعاود الطواف تاعها حتى تطهر وتعاود الطواف تاعها إن شاء الله. نعم. طيب أبو علام سيدي بن عباس دكتور كمال يسأل عن الفرق بين إخراج الزكاة في شهر الميلادي وشهر القمري. هو في الحقيقة احنا الأفضل نتبعوا زي من الشهر القمري، هو أحسن الشهر القمري هو أفضل، ولكن عبرة بالمرور الحول بسمهم يعني عبرة بالعام، نحسبوا اليوم وكتش جاز العام وخلاص، احنا هذا هو العبرة. مهم جاز لك 12 شهر. نعم. وبعض الفقهاء يقولوا 11 شهر يكفي، 11 شهر كي جاز لك 11 شهر خلاص لأنه وصل، أما فيش مشكل سواء نخداها بالقمري سواء نخداها بالها، وقال لك بما احنا عندنا كل 7 فيفري وقت محمد 7 مشاهم نخرجهم معروفه عندنا خلاص، يتبع العرف المعروف وعرف انك مشروطي شرطا، يتبع العرف هذا، العرف هذا ما دام الناس كل راهم يديروا في هذه المده هذه يتبع الناس، لان هذا ماهوش منصوص عليه خرجها في وقت فلاني، لو المهم مر عليه الحول، ما دام مر عليه الحول انتهى خرجوا، احنا العبره بمرور الحول، وربي يوفق ان شاء الله ويكرمه. امين. طيب شراء الذهب بالتقسيط حكمه؟ هو شراء الذهب بالتقسيط قديما يعني بمعنى كان الناس مازال يعني يفتوا بالقديم يعني قديما، نعم، لان الذهب الان كان هو كان عمله بمعنى ما نقدرش نشرو حنا الذهب، لان كان هو دراهم تشري به كما نقولوا تشري به القميص تشري به الاكل تشري به، اما الان اصبح سلعه، أصبح سلع من السلع، وهذا ما مشوا عليه الآن كثير من العلماء، حتى بعض المجامع وبعض المؤسسات العلمية خلاص مشات مع القول هذا، أن بما يجوز شراء الذهب يعني بالتقسيط، ما في حتى شيء، لأن أصبح سلعة كما هو كما التلفاز كما هو كما الثلاجة كما هو كما يعني أي يعني بساط ولا دار ولا أصبح سلعة، ما دام أصبح سلعة خلاص يجوز. ولكن الصعود والنزول هذه السلعة هي اللي راهي توقع الناس في مشكل. واش من الصعود والنزول محمد؟ هو شراها من الاول. اذا شراها بمليون. شراها مليون خلاص بمعنى هو نخلصك بالعقل. ولكن بعد ما يهمنيش بعد، احنا اتفقنا من الاول شري عليك كذا. لما شريت عليك انا الان ذهب هذا السلسله هذه شريت عليك كذا خلاص انا خلصتك بالعقل، انتهى الامر، اتفقنا على الثمن، اتفقنا بمعنى على المده، واتفقنا بمعنى على الفتره كامله، خلاص انتهى. اما لو نخلوها كما نقولوا هكذاك بدون ما نحدوا، هذا هو المشكله، كي نخلوه بدون تحديد. لا. اما انت تقولي مثلا يعني هذه السلسله مثلا السيوار هذا مثلا نقول مثلا 10 ملايين خلاص انا شريت 10 ملايين ونخصمك بالعقل. ولكن وراء المشكل استاذ محمد الان؟ المشكل في البائع يتحجج يقول لك انا نبيعها السلعه بالرخاء بعدين نشريها بالغلا. ما يهمنيش فيك انت. لا. انا يوم البيع نهضر معك يوم البيع بها شحال تبيعها لي؟ بيعها لي ب 10 ملايين خلاص. التلفاز هذاك نشري ب 10 ملايين خلاص انا نديه ونخلصك بالعقل، واني نخلصك واني نكمله، ما يهمنيش من بعد زاد ولا طلع ولا خلاص، احنا اتفقنا في السعر ابتداء،
فلا ولكن ما يديروا بمعنى باش يخرجوا معناتها من هذا المشكله استاذ محمد راه بمعنى يخلوا واصبح الدين حتى توقعوا ما كان في الدين هذاك صاحب السياره عنده السياره يخلي عنده السلسله ويشد الاموال هذه كيتمد كل شهر تمد له كل شهر تمد له هو يمد كل شهر كل لما يكتمل كما يقول الثمن نهائيا ذاك الوقت شو يدير وهذه مليحه يعني يعطيها الثمن تاعها ويقول الان نشرو دوك نعاودوا عقد جديد الان نشرو هاوليك هاي السلسله من التعاقد هذايا هاوليك ولا الطاقم تاع كما نقولوا حنا فارير ولا الطاقم هاوليك المال نشد دراهم وهاك الذهب تاعك هذا بيد بيد هذا بمعنى خرجنا من الاشكال ولكن حنا نقولوا في المشكله ولا المشكل هو هل يجوز مفروض ولكن هذا لازم للضمان وهذا ما كان لان الانسان لازم يضمن باش تدي هي الطاقم تجي لابارير وتخلصوا بالعقل باك ما تجيش تولي هذا راه فيه محمد هذه المخاطر تاع الانسان تاع الذهب اللي يبيع الذهب مسكين يوقع في هذا كوني معنا لهذا احنا الان البيع بالتقسيط احيانا يختلفوا في العين السلعه هذه سلعة اخرى صحيح ان السلعه هذيك تكون تبات وجات واحد اخرى او يجيبوا واحد اخرى مشكله يعني كلا الطرفين يقعوا في مشكله ما دام راه هو يشد الثمن وحتى يكتمل الثمن باش يعطيها السلعه هو كما قلت بالك هذيك السلعه تكون بدلت يعطيها السلعه بدل نعم نعم شفت كيف يدير ما اصبحش بيع بالتقسيط ما كان لا بيع لا والو نعم ما كانش الان بين هو الان راه الدين عنده هذاك هو يحط دراهم عنده فقط خاش علاش لو كان نبيع المفروض يدينا خويا يشد انت تشد الثمن واعطيني السلعه وانا نخلصك بالعقل ولكن هذا المخاطر ما كانش هنا ما كانش الضمان عند الحق اذا في هذه الحاله يا خويا انا لما تكتمل الثمن تاعك يعني نتباعوا نديروا عقد جديد هذا العقد الجديد وهذه بمعنى اسلم يعني بمعنى هذه يعني طريقه افضل بشرط هذه معناتها خرجنا كل من المشكله الان ما كان لا بيع بالتقسيط لا شيء كان الان بيع حال هاك هاك يد بيد خرجنا من المشكل خلاص نهائيا اصبحت جائزا بدون اشكال وهذا الافضل هذا هو الافضل الناس في ساعه من الامر افضل إيه نعم. ولكن قلت لك خاش البيع بالتقسيط هو تدي السلعه تديها وتخلصوا بالعقل هذا هو البيع بالتقسيط نعم. ولكن هذا فيه مخاطر كما قلت لك محمد نعم. ممكن الاخر ما يوليش يديها ما يرجعش والاخر مسكين يولي في مشكل. تبقى ذمام الناس يعني. نعم هذه هي يولي في مشكل والناس ما تخافش ربي يا استاذ محمد يديها ومشي يولي فعلا فلهذا هو باش يضمن السلعه تاعو يا خويا نبي حالك ولكن على اساس انت تمد لي كل شهر بشويه كي تكمل داك الوقت نجيب مالك وهاي السلعه هاك المال نشدوا يد بيد انتهى الامر ما في حتى مشكل. بارك الله فيك. طيب نستمع ناديه من تسمسيلت ناديه تفضلي. الو السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا بغيت نسقسي لي مشايخ نتاعنا تعيش على كاين الحفاظات اللي سقطت الاخت نتاعي عليهم ايه حاشن الوالده تاعي قلت لك ما تقدرش الوضوء سورتو هذو النهارات هي مريضه هي في الفريش وحاشاك تطرح الفضانات في الحفاظات يجوز لها زعما الصالات هكاك من الحفاظات تاعها يكونوا مش نقيين البلاصه تاعها كيفاش إذا تقدر تصلي هكيك ما تقدرش هي الوضوء دوكا ما تقدرش تتوضا واضح واضح إيه خويا على هذيك بغيت نفهم تسمعي الجواب إن شاء الله صحيح شكرا أما واسمح لي خويا اللي قنعاودو ندوشولها ولا كيفاش تتلقى صعوبة بزاف باش على جال صلاتها واضح ان شاء الله صحيح خويا بارك السلام الله شكرا أمة الله من عيتي مش انت الو السلام عليكم عيدكم مبروك عيد سعيد ان شاء الله الله يسلمك راك بغايا لاباس يعيشك الحمد لله استاذ بغيت نقول للشيخ يدعي لامي توفات ما عندهاش بزاف با كان حاضرها مسكينه وما يهضرش معاها يضربها وماتت بجلطه دماغيه بغيت الشيخ يدعي لها بالرحمه الواسعه وما ما نسيتهاش حتى ما نش صابره كاع عليها يدعي لها بالرحمه الواسعه ان شاء الله والديكم بارك الله فيكم شكرا امين ان شاء الله ربي يرحمها ويرحم اموات المسلمين امين شكرا من تلمسان اخت نفيسه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله عيدكم مبارك عيد سعيد ان شاء الله شكرا لحلك عندي سؤال انا الوالد توفى العام اللي فات وكانت الوفاه تاعو كان هذا ما خرجتش الزكاه تاعو
دونك انا اللي حابه نخرج الزكاه دونك 10 تاعو. السؤال تاعي حنا باغزومبل في الجامعه عندنا ظروف يعني باغزومبل كاش كليماتيزور اسكو هذوك الدراهم تاع الزكاه تاعو نستعملهم لشراء بعض المواد اللي لافاك تاعنا تحتاجها ولا لا خصني نمد هذوك الدراهم تاع الزكاه العائله وهي اللي تعمل بها اللي تحب. نعم دونك هذا السؤال اللي واضح واضح تماما. شكرا بارك الله فيكم والله يعاونك. السلامة. طيب اذا في مكالمه نضيفها. نعم ام بومدين من معسكر. عرف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عيدكم مبارك. عيد سعيد ام بومدين ربي يحفظك. تفضلي اختي تفضلي. انا عندي سؤال بغيت نقول لك. طيب نقصي التلفاز وسمعيني من الهاتف. صح رجاء تفضلي بالسؤال. صح ما كاش مشكل. انايا عندي بنت زوجتها تقدم عليها شخص. ايه ايوه من زوجتها من جو الشرط نقولوا داروا الشرط هي شرطوا غير خاتم ومبلغ قليل هكا تاع مال في جماعه. واه جماعه اي انا قبلت هذا الشيء انا تمنيت غير لهنا البنت وصاي. ايوا ومن بعد هذاك اللي ضميري ان بني زعما قلت بالك انا زعما البنت زعما ما طيبهاش حقها نيشان وانا اللي متمنيه غير يدوها ويتهلوا فيها وصاي ماشي زعما. نعم ايوا ايوا السؤال الثاني. ربي يصلح لها ان شاء الله. امين امين. أيوة السؤال الثاني ثاني كان عندي الحج العام الجاي ان شاء الله. ايه اني نطلب الله يحفظك هيا اني نطلب زعما تدعو لنا الله يكون معنا ويدبر علينا ان شاء الله في الخير ان شاء الله ويكون معنا ويدعو لنا كاع الامه الجزائريه تدعي لي بالخير ان شاء الله ويوفق لي ربي ان شاء الله نوصل لذيك المكان. ربي يوصلك ان شاء الله. امين امين. هذا هو كل مشتاق يا رب. ورقد لي على تاع البنت زعما مانيش زانده في حقها ولا نعم انا نتمني لها غير الهنا والستر ان شاء الله ربي يسترها وهي ان شاء الله. هي صغيره عندها 17 عام زعما وانا نحوس لها غير الهنا والطيب والصحيح كيما نقولوا احنا. امين يا ام بومدين شكرا جزيلا. ايوه ام امينه من قسنطينه او امينه عفوا امينه. الو. نعم مساء الخير استاذ. مساء النور. صحة عيدكم. عيد سعيد. عندي سؤال. مرحبا بك بسؤالك تفضلي. يسلمك. عندي انا يا ام الاربع اولاد وعندي زوج يشرب الخمر وما يصليش وعلى بالي باللي اللي يديرها كامل عون. نعم. دوك انا يعني نخمم نقول لا انا الا انا واولادي احنا تاني رانا ملعونين كيما هو دوك احنا انا نصلي الحمد لله نقرا القران نصدق الحمد لله الحمد لله بيني وبين ربي ودائما نوصيه دائما ننصحه ما يسمع ليش. دوك انا حبيت انا علاقتي انا بربي من داك ندعي من بعد نقول بالك راني ملعونه ربي ما يقبل ليش. ربي يهديه يا رب ربي يهديه الطريق الصواب. امين ونخاف وانتاني نشك باللي عنده كي يصرف علينا وليت نشك باللي امواله بالك ماشي حلال بالك دوك حيلا احنا عندنا اسم وانايا ما عنديش وين نروح ما عنديش هكا دار واحد اخرى نروح ليها ولا بالك نطلب الطلاق وين نروح ما يقبلونيش دارنا ما مع اولادي ما عنديش وين نروح. دوك انا راني معاهم ونشك في دراهم ونشك من داك الا يكونوا حلال ولا ماشي حلال دوك الا احنا كي ناكلوا من هذاك المال الا احنا ترنا ملعونين. واضح واضح يا امينه. يسلمك وثاني كي نقرا القران يا اخي ربي يقول طيبون للطيبات. طيب. دوك نشك نقول انا راني 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 كيما هو كي تزوجت به لا راني انا الا انا ثاني شغل هكا كي شو عندي وسواس. طيب الآية القرآن عندها مفهوم وعندها تفسير آخر ماشي هو اللي نفهموه احنا واللي نقراوه احنا على ظاهره عندها
مدلولاتها اللي تعرب بها آيات القرآن الكريم. أي نعم. ربي يصلح الحال يا أختي أمينة. وعندي سؤال واحد أخوي لو سمحت. باختصار أختي باختصار الله يرضى عليك. أنا يا عندي دوكا عندي أربع أولاد، واش ماشي قايم هكا مليح بأولاد ولا إلا عندي اسم كي نحبس ما نزيدش نجيب الأولاد. أنا في عمري 35 سنة. نعم. إيه. أنا خاف على نخاف نجي نجيب الأولاد وهو يهمل. واضح يا أمينة نشكرك بارك الله فيك. شكرا. شكرا. أم حكيم ونجيب إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجازيكم ويعطيكم الصحة ويبارك فيكم. الله يبارك فيك مرحبا بك. عندي سؤالين، السؤال الأول البنك الإسلامي نحطوا فيه هذاك المبلغ اللي يزيدوه رباوي ولا لا؟ اللي يزيدوه لنا بغينا نعرف لا فيه الربا ولا لا؟ البنك الإسلامي. نعم. والسؤال الثاني كي نحفظ القرآن في الليل هكذا مثلا يعني نحفظ القرآن مع جمعية أيوة يكونوا لي غاز ولا اسكو ما نشدوش المصحف اسكو يمسوا غير المطهرين نجمو بال إذا كنعاودوا الوضوء. نعم بارك الله فيكم الله يجازيكم الله يخليكم لينا ان شاء الله نتكلم بزاف معاكم امين يا رب العالمين. شكرا. طيب نواصل في الإجابة. أم ناصر مشلف دكتور محمد منذ ربع سنوات وقع شجار مع الزوج تلفظ بكلمة طلاق وثم قال أنه كان في حالة غضب ولم ينوي الطلاق. نعم مدام هو قال أنه كان في حالة غضب فنحن نصدقه ونحكم بعدم وقوع هذا الطلاق، يعني الطلاق في حالة الغضب لا يقع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، وفسروا الإغلاق بالإكراه وفسره كذلك بالغضب الشديد يعني الإنسان يكون مغلق، فهنا هو يتحمل المسؤولية مدام هو قال يعني هي لا شيء عليها ما تخممش. نعم مدام هو كان في حالة غضب هو يعرف روحه وقال أنه في حالة غضب فهذا الطلاق غير واقع أصلا، وزيد أنه أيضا وقع بغير شهود، فكثير من العلماء اشترط باش يكون هذا الطلاق واقعا لازم على الأقل يشهده زوج شهود، مدام ما فيش شهود وكان في حالة الغضب نقول العصمة الزوجية راهي بينتكم قائمة وليس هناك طلاق أصلا، فلتطمئن إن شاء الله. إن شاء الله. طيب قضاء هذه الأيام رمضان هل عليها شيء؟ وقول أن الذي منعها من صيامها هو المرض. يعني إذا كان افطرت في رمضان لأجل المرض تقضي بعد ذلك، يعني في خلال المدة قبل دخول رمضان جديد إذا قضت في هذه المدة لا شيء عليها غير القضاء فقط، ولكن إذا أخرت يعني إما أن تكون أخرت لعذر أو لغير عذر، إذا كان حتى دخل رمضان جديد باش قضات وأخرت القضاء لأجل أنها كانت معذورة مثلا استمر بها الحمل أو الإرضاع أو المرض إلى آخره حتى جاء رمضان وما قدرتش تقضي بعد رمضان الجديد ولا شيء عليها إلا القضاء، ولكن إذا تهاونت وفرطت كانت قادرة باش تقضي في خلال رمضان ما بين رمضانين وحتى دخل عليها رمضان وما قضتش إذن تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. نعم بارك الله فيك. نادية من تسمسيل الحفاظات وحكم الصلاة بها خاصة إذا نعم بها شيء المرأة خاصة الكبيرة المرأة كبيرة العجوز إذا كان بمعنى أنها لا تستطيع أن تمسك يعني بمعنى هذه الفضلات حتى تذهب كما نقول إحنا إلى المرحاض ولا إلى بيت الخالة، ولكن هذا قد أعجزها ما قدرت مسكينة كلي فلاش لا تستطيع أن تقوم وهي بمعنى حتى قد تستطيع أن تتوضأ، إحنا نقول لها عند العجز تسقط هذه الأمور هذه كلها، تبقى الحفاظات ما دام بالحفاظات تصلي هكذاك ما دام ما عندهاش من مسكينة حتى تنوض، ولكن إحنا نقوله يعني من يوم يومين ولا حاجة لازم يغسلوا لها كما نقول منها محمد يبدلوا لها ما تقعدش إلا بها يغسلوا لها ينظفوها ويبدلوا لها الحفاظات، يعني كما نقولوا كل يوم يبدلوا لها وغدوة من ذاك يبدلوا مش ما تقعدش هكذاك لأن هذوك لما يقعدوا تمرض بهم هذاك ماهوش سهل لازم تبدل لها يبدلوا لها وربي يوفق شخص معنا خاش هذا عجز من الغالب تخش تتوضى ولا تقدر فلهذا نقول يجوز صلاة بها والله هو إن شاء الله يشفيها إن شاء الله آمين. هل عليها الغسل؟ ما عليها حتى شيء. نعم لا شيء عليها على كما قلنا الغسل هذا النظافة يعني من أجل النظافة برك ينظفوها لها نعم
ولكن لا يجب. ولكن لا يجب. نعم. دعوة لأم أمت الله لأمها مات رحمه الله بجلطة دماغية وكانت تعيش مشاكل قبل موتها رحمه الله. هاي تقول بأن الأب كان يضربها. معناتها نعم. السبب هو فيها. سبب هذا الأب هو اللي كان يضربها حتى ولات عندها جلطة دماغية. احنا نقول الله يهديك الرسول صلى الله عليه وسلم وصينا عن النساء كشفت يقول يعني حاولوا تحافظوا على القوارير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفقا بهم يعني امنهم بالمعروف امنهم يعني بالاحسان غير ذلك مش بمعنى لان كثير بعض الناس يعني يظن يقول لك واضربوهن في القران معناتها الضرب كما قلنا الضرب هذا مش هذا المقصود في القران الكريم لا النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أن ضرب مرأة من نسائه ولا مرة ضرب مرأة برغم أنه ما نقولش بمعنى أنهم معصاوه عصاوه ولكن عمره ما ضربه ما ضرب واحدة منهم ولا واحدة برغم أنه شفت ونجتمعوا حتى لحقوا بالله باش يطلق يا أيها النبي لما تحرموا ما أحل الله حتى ولا في مشاكل معهم يعني ولا مشاكل معهم ولكن رغم ذلك ولا ثبت عنه أنه ضرب واحد من هذاك الخدام اللي كانوا يقدموا له خدمة ولا النساء تاو أبدا حتى الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش يضربوا تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وحنا فهموا من الآية هذيك الآية لا هذيك الآية حتى كان نقولوا عبد الله بن عباس نضرب في تفسيره يا أخي شكرا محمد أعود آراك يعني عبارة عن يعني بس إشارة فقط تاع الضرب وليس ضربا بمعنى كأنه بمعنى شكون تنبيه تنويه إنذار تحذير يودي موش هكذا ما فيش أفضل من يعني الحوار يعني الحوار باش إنسان أما باش يرفض يعني ويرضها كل حيوان محمد شفت وأحيانا يعني كما قولوا ممكن يعني يعجزها قاع ويهلكها وممكن يدينا إعاقة ممكن أكشفت يخليها آثار تاع الضرب وممكن يكسر لها رجليها ممكن يديها مسكينة ممكن يجي معوجة إلى غير ذلك حتى شفنا في بعض المحاكم لما نجي مسكينة إليك من بعد يقولوا يا سيد القاضي أني سمحت له أني سمحت له والقاضي يقول لها وش يقول لها يقول لها ما دام جبت القضية إلي أنت سمحتي له في حقك ولكن أنا يا عندي حقي لازم يتعاقب أنا عندي حقي لأنه اعتاد على حق العام نعم حق العام اعتاد على عضو من أعضاء الأمة اللي هو أنا مسؤول عليه أنا لازم نعاقبه بالفعل التأولي ديره فلهذا احنا نقولوا يعني اتقوا الله في النساء ما مش حيوانات ما مش ماذا لا فالإنسان لابد بمعنى أنه يعني يتعامل معه معاملة ما يليق بهن بشي هكذا فلهذا نقول لك شفت هي ماتت ولعل أن ترك مسؤول على هذا الموت تاعها لك مسؤول عن الموت تاعها تدي الإثم إثم عند ربي سبحانه وتعالى لأنك تسببت لها مسكينة بالك لعل كانت مسكينة معمرة الداخل منه هو حتى كما قال لها انفجرت من الداخل حتى ولات عندها جنطة منه فلهذا نقولوا دي دوك الان نسال الله باش ما يعني باش ربي يغفر لها ويرحمها ويجعلها ان شاء الله في الجنة العلى هذه هي وانا خايفين هذيك هي محمد يكون سبب في اي هذا هو ان شاء الله نتمنوا باش ما يكونش هو السبب يعني في المجتمع لانه خطير اذا كان سبب في المجتمع خطير فلهذا نتمنوا ان شاء الله ربي يغفر لها ويرحمها ويهدي هذا الاب الله يهديه يهدي ويصلح الأولاد إن شاء الله وربي يعظم أجرهم إن شاء الله. طيب نفيسة مثل المثال الوالد مات رحمه الله العام الماضي ولم يخرج الزكاة فهل تستطيع أن تصرف هذه الزكاة في مستلزمات الجامعة اللي ذكرته أم تصرفها للفقراء مباشرة؟ لا الزكاة تعطى للفقراء يعني لا تعطى للمساجد الزكاة حق الفقير وأما مصرفه في سبيل الله فهو مقصور على القتال والجهاد لا يعطى للمساجد نعم. أم بومدين من معسكر تقول أن عندها بنتها زوجتها ولكن أعطاها يعني مبلغ قليل وخاتم من ذهب فكأنها تخشى يعني أنها ما طلبتش حقها في البنت يعني لماذا توجهها دكتور؟ لا هي بالعكس هي دارت عمل صالح لأن سهلت زواج تاع بنتها كانت الغرض تاعها والمقصود تاعها أن بنتها تكون ثانية وتؤجر على هذا أنها سهلت الزواج لهذا الإنسان وأعطت له بنتها بهذا المهر وهي إن شاء الله ربي يعوضها خير نقول لها ما دام درتها بهذه النية أنك باش تستري بنتك وباش تسهلي لها الزواج وكذلك تسهلي الزواج على الغير فهذا فيه بركة ولك فيه أجر والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرهن بركة أقلهن مؤنة يعني المهر كلما كان بسيطا يكون فيه البركة
النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنته فاطمة بمهر بسيط جدا، وهي الشريفة العفيفة الكريمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيها. آمين. طلب دعاء تكون من حجاج بيت الله الحرام العام القادم إن شاء الله. إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياها لحج بيت الله الحرام. آمين. طيب، أمينة من قسنطينة، أم لأربعة أولاد، زوج يشرب الخمر لا يصلي وتخشى أن تكون هي وأولادها وهذا البيت كله في غضب الله كما قالت. نعم، دوك الآن أحيانا نحن نشوف بأن النساء الآن محمد ترفع شكوى، هي المفروض أن بداية الزواج كانت تسأل عليه، هي عرفت بما في بداية الأمر أنه يسكر وأنه كذا ما يصليش كذا، ولكن وافقت به، وافقت بالزواج هذا، والآن تشكو نقولها لا، ما دام عرفتي من بداية الأمر وصبرتي من بداية الأمر إذن ما عليك إلا بالصبر. أما كون أنه هل ينتقل بمعنى لما إنسان يعني بمعنى لما نقول إحنا لعن الله يعني الخمر أو شاربها وحاملها، هل بمعنى ينتقل إليها هي؟ يا هذا الشيء يتشرب ما يتشربش، هل هي بمعنى يتسكر معها؟ ما يتسكر معها، هي مصلية تقرأ القرآن، أولاد هذا بس بهم ما شاء الله، فهو يتحمل مسؤولية وحده، ما عندهاش علاقة به أصلا، ولكن هي فقط ما عليها إلا بالنصح والدعاء، تدعي له في الليل كثر من الدعاء وتدعي له بزاف، يعني بمعنى مش ربي يهديه ويصلح حاله، تدعي له هي ولادها، يعني تقول تجمع ولادها يعني يقرأوا القرآن شوية ويرفع يديهم ويقولوا يا ولادي ادعوا لباباكم مش ربي يهديه عن ظهر قلب، يعني كما لما خاصة كما يكونش هو يدعو له، يدعو له ربي مشي يهديه ويصلح حاله ويبعد على هذا الخمر هذه، وربي إن شاء الله يصلح حاله ويهديه. أما كونها هي تلحقها اللعنة هذه يقول ما تلحقش لعنة، ما تلحقك لا لعنة لا والو، ولا تزيل وزيلة وزيلة أخرى، كما قال القرآن ربي قال ما تحملش واحد آخر مسؤولية واحد آخر، يعني هو يدير إثم ولا تحمل مسؤوليته، لا لا أنا علمته يشرب لا أنا أديته يشرب، ما عندي حتى علاقة به، وإنما هو يشرب لنفسه. فلهذا إحنا نقول يعني بمعنى اطمأني من هذه الناحية أنه ما عندوش علاقة بك أنت، أنت فقط حافظي على صلاتك، حافظي على أولادك، حافظي على قراءة القرآن، ولكن كثر من الدعاء مرات ماشي يومين تنصحيه لأن يكره يعود يمل هذه الهضرة تاعك، لا مرات أنصحيه يقول يا ودي يا راجل كيفاش أنت ما تخافش ربي، شوف أولادك الله يبارك كيفاش، ولا تجي أنت تجيهم سكران وتجي ماشي عيب، حاول كيفاش يعني ربي يهديك يعني صح حالك وكذا وكذا، من كلام طيب لعل ربي يجيب الخير وربي يهديهم محمد يصلح حالهم يا رب. طيب، تقول أن عندها أربعة أولاد وهو لا يقوم عليهم، فوقفت الإنجاب يعني قطعت الإنجاب، هي قطع إنجاب لا، هي مازالها صغيرة محمد 35 سنة مازالها صغيرة، لعل بالك هذا الرجل يموت وبالك لعل تعود الزواج مع رجل صالح تحوش يجيب معها الأولاد كيفاش، أو هي بمعنى لعلك شما يحدث حادث الأولاد هذي يروحوا هم ماتوا كل تحوش بعدها تنجب، وهي حصلت يعني شحال أمور هذه الحوادث صارت بعد حوش تنجم بعد خلاص طفرت هي قطعت الولاء، قولها لا ديري التباعد، شربي الكاشيات تاع الهواء تاع منع الحمل، انت منعي الحمل تاعك مده طويله بالك لعل ربي ان شاء الله يعني كاش ما يحدث بعد ذلك امرا، ماناش عارفين واش كاين في المستقبل. نعم، وانما قصدك باش تقطعي ما تقطعيش الا اذا كانت لي ضروره انت لعل باك تهلكي منها، هذه صح بامر من الطبيب قال بمعنى انت لو كان زيدي تحملي تموتي، هذه صح، اما غير هذه قولها لا، ولا وخري هذا الحمل هذا يا عن طريق الادويه هذه اللي موجوده اليوم بشرط يعني ما تضركش، وربي ان شاء الله يوفق ويرزقك ان شاء الله الخير والبركات. امين. التوجيه في قوله تعالى الطيبون للطيبات، شيخ الطيبون للطيبات يعني ان الله سبحانه وتعالى يعني يجعل هذا المساله تاع الزواج ليس معناها أن المرأة إذا كانت صالحة بالضرورة أن يكون الوقت وقتنا دقيقة يعني خليها معلش نرجئ إن شاء الله تفصيل إن شاء الله مع سؤال أم حكيم للغد إن شاء الله إن شاء الله محمد. شكرا لنا دكتور كمال مهربابي. شكرا جزيلا دكتور الله محمد شكرا بارك الله في جميع المشاهدين والمشاهدات وكل طاقم الخدمة، هذه تحياتنا لكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.